اعمل الخير يرجع لك خير أكتر. كان يا مكان في مدينة زي مدينتنا كان في بنت صغيرة اسمها ليلى وولد اسمه عمر بيلعبوا مبسوطين. شافوا وقتها راجل كبير بعكاز بيحاول يطلع سلالم الصيدلية. ليلى وعمر جريوا عليه وقالوا له خلينا نساعدك، خطر تعمل كده لوحدك. وساعدوه يدخل الصيدلية وحكى الموقف للصيدلي. الراجل اتأثر باللفتة الإنسانية دي وقال له الشباب لسه بيعرفوا ازاي يحبوا. قرر الصيدلي ساعتها انه يدي الراجل الدواء بتاعه ببلاش. مش بس كده، هو كمان اتبرع بالأدوية والمستلزمات الأساسية لدار الأيتام اللي في المنطقة. ولما مديرة الدار جالها قائمة التبرع من الفرحة نشرت الأخبار دي لكل أصحابها، وكانت رسالتها ليهم الأمل في كل مكان. ومن هناك قام كل واحد من أصحابها بعمل خير. اللي ساعد أم في إعادة بناء سطح بيتها، واللي قاموا بتوزيع أكل وملابس على المحتاجين، وفي اللي كان في مقدرتهم إنهم يتبرعوا. ومن غير ما ليلى وعمر يعرفوا، اللفتة الإنسانية اللي عملوها نشرت أفعال الخير في المنطقة كلها. يمكن أنت مش قادر تنزل تساعد بسبب الحجر المنزلي، لكن تقدر تدعمنا نساعد. اتبرع اليوم.